صور ياسمين صبري في السجن تثير الجدل، ومتابعون روتين بشرتك ايه؟ شاركت الفنانة ياسمين صبري في الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل رحيل الذي عرض في النصف الثاني ومكون من 15 حلقة. بدأ عرضه مع النصف الثاني من موسم رمضان. قصته تتمحور حول حياة رحيل، فتاة تحب والدها وتعمل مهندسة، تحاول مساعدته في العمل بأحد متاجر الأثاث، وفجأة تورطت في جريمة قتل وتغيرت مجرى الأحداث في المسلسل. دخلت ياسمين صبري السجن في الحلقة السادسة، والتي بدأت حينها بالحكم على ياسمين بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية قتلها أحمد بدير الذي يقدم دور عم هدى الإتربي. حينها أصبح والدها في حالة انهيار شديد بمجرد نطق القاضي بالحكم، ورفضت المحكمة تقليل مدة سجنها. تفاعل الجمهور مع لوك ياسمين صبري في مسلسل رحيل، إذ ظهرت في السجن وهي ترتدي عباءة بيضاء ووجهها صافيا كأنها تعتني ببشرتها بشكل دوري، وسخر الجمهور من الستايل ياسمين صبري.